ما برتاح أرباح. أنا حضرت لك مرة مباراة وما عجبت، وبتذكر بوقتها أنك خسرت. داش كنت مثل الوحش، ولك أنا مرتك خفت منك. شو اللي صار معك لحتى تغيرت هيك؟ اشتقت فيك. أنا كمان ما تعودت أعيش بلا بنتي. البنت من حقي، انتهينا. لازم كل العالم يعرف مين هو الخاين. وقتها كنت انت بتشتغل مع القمصان الحديدية. نوع بإيده تقرير من واحد بسموه الخياط. بعرف هذا لقب المقص. أنا تاج الملاكين، عرفتني؟ شو بتشتغل مع الفرنسيين بالضبط؟ هذا واحد وسخ وندل. عم نشوي سمعتي قدام كل العالم ليش؟ وزيدت لك انه بينفع هالبلد. لا هيك بدي اسمع. ملفات وين؟ وينون؟ وقف! انا خسرت حياتي كرمال واحد منهم. الجامعة عم تغلي غلي، طلاب التجهيز بدهم يقوموا البلد، هي فرصتنا لنستقل. كنت بتمنى لو التقينا بغير ظرف. انت نقيتوا يوم تاريخي تتزوجوا فيه. هاي البلد للكل، نحن جايين ندافع عنها معكم. عملوا هالشي كرمالنا كلياتنا، مشان كرامتنا، ولا حدا بهالبلد تنكسر عينه قدام غريب. انتبهوا منيح، ما عم بيخلوا حدا ماشي على اجري عايش. انا معكم للموت. واحد مثلي حارب ضد الفرنساوية سنة 25، تتخيل انه يسلم ابن بلده للفرنساوي؟ تسقط فرنسا. إن فرنسا بصوت أبنائها الذين يحاربون من أجل حرية العالم تعلن استقلالك. لازم نعمل ضربة كبيرة، لازم. إيه؟ أنت تعبت والأرض عم تقول لك انزل خسارة وارفع الراية البيضة. أنا المقص، المقص اللي محكوم إعدام سنين من الفرنساوية، ولا مرة تراجعت، ولا مرة.